ملي ولدت بنتي الثانية خرجت قالوا لي الأطباء بأنها تكون معاقة. بنتي وصلت ل21 سنة، المركز فين كانت قالها صافي هنا كتحد، ما كانش ما تخصكش تعاوتاني تجي. احنا لاحظنا بأن في ذاك الوقت ما كانت حتى حاجة، من بعد 17 سنة ولا 21 سنة ما تتبقى حتى حاجة، بحال ما كاينش ذاك الطفل ما عنده حتى مستقبل. هنا جات الفكرة بأن كل إنسان وإنسان إلا وعنده شي حاجة، عنده حق في الحياة، عنده حق في التعليم، عنده حق في الصحة. وجات الفكرة باش نعملوا واحد الجمعية اللي سميناها جمعية هدف. أنا أمينة مسفر ورئيس المؤسسة ديال جمعية أباء وأصدقاء الأشخاص المعاقين ذهنيا هدف. رضا شحال هادي وانت عندنا في هدف؟ 2002. واو تكمل 20 عام ياك وانت معانا. حنا هنا في هاد المركز عندنا ورشات تكوينيه وكذلك دي زاكتيفيتي جينيراتريس دو روفينو. الهدف ديالنا هو باش نجمعوها ان يتعلم، وكتكون واحد المواكبه خاصه كل واحد عنده المشروع الفردي ديالو، وباش نوصلوهم يتخصهم يندمجوا في المجتمع. رضا كنت خيط مزيان ووقع له واحد العطب شويه في عينيه، رجع المصلوح باش كيعيش عينيه بالخياطه، وامام طون عنده مشروع ديالو اللي ما تيكونش هنا، عنده واحد رحيبه كيبيع فيها العطر باش كيمكن له يكون عنده واحد شويه ديال المدخول. شخصيا انا عارفه بان الاعاقه ماشي سهله، بان كاينه في المغرب مثلا عندك النظره على المعاق، من داك لا بيرسيبسيون ما يمكنلوش يدير ما يعملوش. انا هادشي تيدفعني باش نقول بان المعاق يمكن له يدير، عطيه الوسائل، عاونو، ساعدو، عطيه الامكانيات. هادشي كيجعلني باش نقول هادي حقوق، وانا شخصيا هادشي زعما هزاه وفاهمه وعارفه ومتقنه به. اليوم لبنى صوبت بغاسلي ديجا بان الاول جات خدات سعاد ابخي عجبها وصوبنا لها واحد باش يبقى بوغ توجور في يديها. ودابا اون في ان اوتر بغاسلي بغات تعطي ان كادو للشوفور سعيد. انا فخوره في هذا العمل بالشباب، كل نهار تيتغيروا عليا، وكل نهار كنشوف بان كاين تحسن. ملي كتشوف بنت اللي ما كتعبر الا بالغوات الا باش تدق فوق الطبله، اللي دابا تتبتسم وكتشوف فيك وكتهضر معاك وكتصوب شي حوايج اللي هما الفن، دابا كيتعطاو للفن وكيتعطاو بزاف د الحوايج. دونك هنا فاش كنحس انا بداك الفخر. ملي دخلت الجمعيات هدف تعلمت بزاف ديال الحوايج، تعلمت كيفاش نخدم في السطاف، واحد 16 في عقوم منصور، تخدمت صايب الطباعه، تنعاون الاساتذه ديالي، خدمت تنصم دابا لي طابلو، بعث تنصيب لي كارت ديفو، درت مشيت للاولمبيات الباسكت، جبت 5 ذهبيات، تعلمت كيفاش نمشي بوحدي في الطوبيس، تعلمت كيفاش نبقى نفيق بكري، نبقى نحك الصباح سناني في الصباح وفي الغداء وفي العشاء، تعرف نصايب اتاي نطيبو، نصايب كلشي نتعلم. قول لي اش كتصوب انتينا؟ شنو كتوجد؟ كندير الديفول. اش كدير؟ الديفول. داكوغ. ما كنشرحوش الخايب. التطوع تخص الانسان يقول بان ماشي هو اللي كيعطي دائما، الاخر اللي كيقبض هو اللي كيعطي. باسكو من بعد حنا مع المتطوعين تنحلوا قلبنا للمجتمع، تناخذوا شي حوايج اللي كيكبرونا اللي كيطلعونا الفوق واللي كيمكننا يعطيونا، مثلا نشوفوا شي حوايج اللي معمر حتى واحد ما شافهم، ما يمكن له يحس به الا هذاك الانسان اللي حتى هو كيعرف شنو هي لو بينيفولا، شنو هو التطوع، شنو هو هذا.